يطوى عام آخر على وجود السوريين في تركيا بمجرياته التي عاشوها وأثرت على حياتهم وسبل معيشتهم فيها. فكيف بدأ هذا العام؟ وكيف عمل السوريون في هاتاي على تجاوز مصاعبه؟ البداية كانت من تطور أزمة وباء كورونا وارتفاع عدد الإصابات الكبير في مختلف المناطق التركية، الأمر الذي انعكس على أعمال كثير من السوريين في ولاية هاتاي والذين عانى قسم كبير منهم بسبب توقفها، ومن ثم انخفاض قيمة الليرة بالنسبة للدولار مما خفض قيمة مرتباتهم وقلل من القدرة على تأمين مستلزمات حياتهم. في العام 2021 استمر تأثير أزمة كورونا، والناس اللي فقدت وظائفها خلال الأزمة حتى الآن لم تستطع العودة إلى سوق العمل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بالعام 2021 شفنا خصوصا في النصف الأخير من عام 2021 تغيرات أسعار الصرف. تغيرات أسعار الصرف أثرت تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات. هلأ ارتفاع الأسعار يعني أدى إلى انخفاض القوة الشرائية لدخل الأسر السورية، سواء كان من دخل من رواتب وأجور أو من المساعدات. العام العاشر لوجود السوريين في تركيا حمل كثيراً من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، فقد سجلت خلاله حوادث متفرقة في بعض الولايات قد أثرت على الوضع الاجتماعي والذي اختلفت فيه ولاية هاتاي عن غيرها. فالولاية التي يقطنها قرابة نصف مليون سوري لم تسجل بها حوادث عنصرية، وحافظت على علاقات اجتماعية متينة تجمع السوريين والأتراك. اللقاءات المستمرة بين السوريين والجهات الرسمية التركية والوقوف عند أصغر المستجدات والمشاكل، هذا أدى إلى أن تكون ولاية هاتاي أقل الولايات التي تسجل أي مشاكل بين الطرفين، إن كانت مشاكل أمنية أو مشاكل عنصرية. والحمد لله تشكل هذه الولاية نموذج جيد وممتاز للتعامل والود والمحبة بين السوريين والأتراك. التغيرات التي تحصل في تركيا سنوياً تؤثر على السوريين المقيمين على أراضيها، لكن العام الأخير كان الأقصى بظروفه ومتغيراته الاقتصادية والاجتماعية، وهو الأمر الذي ضاعف معاناة السوريين وجعل كثيراً منهم يبحثون عن حلول أفضل للإقامة وتأمين مستلزمات الحياة. عبادة منصور، تلفزيون سوريا، ولاية هاتاي، جنوب تركيا.